يعطيكم العافية. هلا اليوم جايكم منتج جديد اللي هو الكوبرو 11، حابين شوي شوي نجرب معكم شو فرق هذا المنتج عن كاميرات مثلا مثل الاكشن 2 او الاكشن 3. هي الاكشن 2 عندي اياها هون، وعندي الاكشن 3 كمان موجودة رح نبلش نصور فيها. ايش لك بالله بعد اذنك؟ هلا عندك الشاشة فاتحة ما هي؟ طيب هلا هون عندي الجو برو 11، سعره طبعا تقريبا دبل الكاميرتين التانيين اللي هن من دي جي اي، الكاميرتين الاكشن اللي هن الاكشن 2 والاكشن 3. شو الشغلات اللي فارقة نوعا ما عن هالكاميرات هاي؟ شو الشغلات اللي ممكن تميز عنا كاميرا عن كاميرا تانية وتخلينا نفضل كاميرا عن كاميرا تانية؟ عم صور انا نفس الوقت هلا على عم صور هلا بنفس الوقت انا على الكاميرات الثلاثة لحتى نعرف تقريبا او حتى اعطيكم فكرة شو ممكن يكون الفرق بين هالكاميرات الثلاثة. شغلات بس حابب احكيها انه تقريبا الاكشن 3 والاكشن 2 متشابهين من حيث الشغلات اللي الداخلية، بمعنى عندهم دعم بس لل 4K 120 اطار بالثانية. بالنسبة للاكشن 3 والاكشن 2، بينما الجو برو 11 عنا دعم لل 5.3 كي، وهذا الشيء كتير منيح بالنسبة لنا لأنه 5.3 بتمكننا نحن إنه نعمل شيء اسمه كروب أو قص على 4K. فلما نحن نعمل كروب أو قص على 4K، لما نعمل نحن قص أو كروب على 4K، الشيء الحلو اللي حيصير معنا إنه رح ناخذ الكواليتي العالية، الكواليتي الكامل بدقة 4K بدون ما شو اسمه نروح بجودة. بينما الحسين معنا زوم صغير، زوم صغير على الكادر، هذا الشيء كثير منيح بالنسبه لاكشن كاميرا. الشغله الثانيه بالنسبه للجو برو اللي هو الهورايزن لوك، يعني انا هلا عم صور 30 اطار بالثانيه 5.3. اذا قلبت الكاميرا مثل ما لكم شايفين هلا قالبها تحت لفوق وفوق لتحت، عندي انا بال 5.3K عندي الهورايزن لوك. هذا الشيء موجود على الاكشن 2 والاكشن 3 طبعا موجود هذا الشيء، ولكن بالكواليتي او بجوده اضعف، تصور لل 2.7 ونحن ما بنقدر نعمله لا بال 4K ولا بال 5.3. هلا شو الشغله الثانيه اللي ممكن نحن نحكي فيها ضد المي؟ بالنسبه للاكشن، بالنسبه عندي انا الاكشن 3 والاكشن الاكشن 3 والجو برو فهن ضد المي بدون اي علب اضافية او اي حماية اضافية. الاكشن 2 للأسف عنا الموديول او العدسة، القطعة الفوقانية اللي عنا هي ضد المي لحالها، بس القطعة التحتانية دائما مالها ضد المي، سواء نحن جبنا تبع البطارية او تبعيت شو اسمه تبعيت الشاشة اللي هون عنا الموديول الثانية او شقفة الشاشة. فهالشغلات اذا كانت بتأثر معكم، طبعا انا بتأثر معي لانه مثلا انا الاكشن 2 هون في سيئة كبيرة عاملينها هون انه الاسدي كارد او مطرح ما بتحط كرت الذاكرة الاضافية موجود فقط بالمديول الاضافي مو بالكاميرا، فمعنات هذا الحكي للأسف ما بقدر انا غير استخدم غير الشغل اسمه ما بقدر استخدم غير الشغلات شو اسمه الذاكرة الداخلية اللي هي 20 جيجا بايت اذا بدي حتى نزلها بالمي بدون اي علبة اضافية. شغلات كتيرة ممكن احكيها بالمستقبل، انا ما حطول عليكم الفيديو، بس هي افتتاحية بالنسبة للشغلات اللي ممكن تجي بالمستقبل. اذا عجبكم هيك فيديو ياريت تكتبوا لي التعليقات، ياريت تكتبوا لي كمان شو حابين تشوفوا، شو حابين انا اعرض لكم. طبعا بالمستقبل رح نعمل مقارنات كتيرة، رح احكي لكم عن شو الشغلات الموجودة بقلب هالكاميرات، شو المواصفات، شو الشغلات اللي ممكن ناخدها،
وحتى اعطيكم رايي الشخصي بالمستقبل، اني كاميرا ممكن انه الواحد يفضلها او اني كاميرا ممكن تفيدكم لاي استخدام. اذا عجبكم هيك شغلات، اذا عجبكم فيديو اليوم، يا ريت لايك واشتراك واعجاب. بشوفكم فيديو جاي. سلام.